اول حاجه قبل ما ابدا الفيديو عاوز اقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. رمضان خلاص، احتمال يكون بكره، احتمال يكون بعده. حبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، مش انتوا بس اعضاء القناه، لا، كل سنه والامه العربيه بخير، كل سنه والامه الاسلاميه بخير، كل سنه وشعوب العالم بخير. نبدا بقى الفيديو بتاعنا، وتحملونا عشان ايه؟ الواحد مش كل الوقت بيبقى فرحان وسعيد ومبسوط، بيجي لك وقت كده ووقت كده. خلينا نحكي الحكاية بتاعتنا النهاردة. سلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كنت عاوز اعمل فيديو النهاردة بس الجو زي ما انتم شايفين قلت انزل اتهوى شوية، امطار يمكن من العصر شغالة مش عاوزة تتوقف. كنت بتكلم مع واحد اوكراني النهاردة وبقول له الحمد لله يعني توصلوا في المفاوضات لحل و عاوزين السلام. ضحك قوي ضحكه غريبه كده وقال لي ازاي احط ايدي في ايد اللي قتل ولاد بلدي، ازاي هيبقى في سلام ونحط ايدينا في ايدين اللي قتلونا ودمروا بلادنا ودمروا حياتنا وشردونا في العالم كله. بيني وبينكم ما قدرتش اتكلم لانه عنده حق. ازاي صحيح الحكومه الاوكرانيه هتحط ايديها في ايد الحكومة الروسية اللي لسه وما زالت بتقتل في المدنيين وما زالت بتضرب البنية التحتية الأوكرانية؟ بكرة احتمال يكون رمضان أو بعد بكرة، الله أعلم، لسه الرؤية ما بانتش. ولكن حبيت أتكلم معاكم في أي كلام هيجي على بالي، لأني بصراحة الوضع غير إنساني. تخيل أن أنت تكون قاعد في بيتك، أنا بتكلمش على نفسي على فكرة، أنا دايما في أصعب الأوقات بقول دايما الحمد لله وبرضه بقضاء الله، سواء قضاء الله خير ليا أو غير كده، ولكن الحمد لله على كل شيء. أنا بتكلم على الناس الأوكران، بقول عليهم يعني إزاي إن هم كانوا قاعدين في بيوتهم مستريحين، مش محوجين لحد، مش منتظرين إحسان من حد، مش منتظرين شفقة من حد، وفي يوم وليلة أو في غمضة عين كل ده يروح منهم. لو الروس في صفة الحكومة الروسية مفكرين ان الاوكران كشعب هينسلهم اللي عملوه فيهم في هذه الاوقات، يبقوا بيضحكوا على نفسهم. ومش واحد بس اللي قال لي الحكاية دي، لا، ده اكتر من شخص قال لي ازاي هنحط ايدينا في ايدين الروس بعد اللي عملوه فينا. يعني مش عارف اقول لكم ايه، بس عاوز كل واحد يفتكر اللي اتعمل فيه، لان اللي اتعمل فينا او اتعمل فيه الشعب الاوكراني بجد فعلا ما يرضيش حد. الناس كلها بتحاول ان هي تنسى وتتناسى. اوعى تفتكر ان الاوكران فرحانين بالقعده هنا في المانيا او في اي دوله من دول الاتحاد الاوروبي، لا، تبقى غلطان لو فهمت كده عن الاوكران. اولا الاوكران سهل جدا ان هم يشتغلوا في هذه الدول بعقد عمل نظير عموله 200 يورو وكانوا مستغلينها. من بق الاوكران اصدقائي كنت لما اقول لهم طب ليه ما تروحش تشتغل في المانيا او في بريطانيا او في بولندا او في هولندا، يقول لي هدفع عموله كتير. اكلمكم بجد عشان هم شعب على قدهم قوي، فما بيفكروش ان هم يسيبوا بلادهم ويخرجوا بره، مع ان جواز السفر بتاعهم بيدخلهم دول الاتحاد الاوروبي كلها تقريبا بفيزا من المطار او من الحدود. يعني هم مش محتاجين ان هم يروحوا سفاره ويتعبوا نفسهم، وحتى لو في دول بتطلب شروط واوراق بالنسبه للاوكران موضوع سهل وبسيط خالص فوق ما تتخيل، مش زي التعقيدات اللي عندنا احنا في دولنا العربيه. عشان تروح بلد لازم دعوه ولازم اوراق وكشف حساب وهيصه ملهاش معنى. الاوكران ما عندهمش الحكايه دي على فكره من قبل الحرب، الناس اللي ما تعرفش انا بحاول ان انا اعرفكم النهارده. المانيا بلد كويسه وكتر خيرها ان هي احتوت الناس الاوكران بما فيهم انا، ولكن هنا الناس مش مستريحه. والله كل ما اقف مع حد اوكراني سواء راجل او ست من جيراني اللي ساكنين معايا في نفس العماره دي، ماشي، بيقولوا لي احنا مش مبسوطين، احنا عاوزين نرجع اوكرانيا تاني، لان الناس دول خدوا على عيشه بسيطه خالص، ما خدوش على الكلاكيع اللي موجوده في بعض الدول. مش بقول المانيا بس ولا بتجنى على المانيا. بصوا الثعلب، الثعلب اهو، شايفين؟ بصوا شايفين الثعلب؟ شايفين الثعلب اهو؟ الثعلب اهو، شايفين؟ اهو بصوا قد ايه عامل زي البغل، دخل هنا ازاي ده مش عارف. يعني بصوا هو احنا بنصور ثعلب مكار، سبحان الله، الكلام جاي على مقاسه.
ثعلب المكار دون اباد الشعوب واباد العالم، مش مريح الناس لان دماغه تعباه، ومازال الثعلب موجود. استنوا احول لكم الكاميرا واصوره لكم. شايفين قد ايه الثعلب نزل من تحت الباب؟ شفتوا الثعلب حجمه قد ايه؟ اعوذ بالله، ربنا يكفينا شره. الناس الخبثة واللئيمة زي الثعالب، الناس دايما بتحسبها بالمصلحة. لو كل الناس حسبتها بان هو عاوز يعمل خير في غيره، والله ما هنلاقي تعب في الدنيا، هنلاقي كلنا بنساعد بعض، اللي بيقدر على حاجة بيعملها، وهكذا الحياة. فهمت؟ أكوراتنا كنت عامل حسابي ان انا اخد العجلة الجديدة وانزل بيها الف في المدينة من امبارح وهي مركونة نفس الركنة. طبعا نفخت الكاوتش، العجلة ممتازة جدا مفيهاش اي عيوب نهائي غير الكرسي دون. بصوا بس هو ده العيب، عاوز يتلزق. فبكلم حد من الامن هنا الماني، راح قال لي استنى، وراح رايح جايب لي كرسي هو مش جديد بس بحالته افضل من الكرسي ده وتقريبا نفس الماركة. قلت له كتر خيرك. في حد من اخواننا الكرام المحترمين قال لي العجله دي مش بيجو، لان ماركه بيجو ما بتصنعش غير العربيات بس، لا العجله دي بيجو وصناعه فرنسيه زي ما انت شايف كده. شايف؟ بيجو. انا نفسي كنت زي حضرتك كده لو انت بتسمعني، كنت فعلا معتقد ان ماركه بيجو بس للسيارات، ولكن اتضح ان بيجو بتصنع كمان العجل. يعني صناعه فرنسيه، والعجلة طبعا باين عليها كلها نيكل وجديد، عاوزة تتغسل والمطرة نزلت عليها وغسلتها. يلا الحمد لله وهي مركونة. يعني أنا راكنها برضو قدام البلكونة بتاعتي، أنا ساكن في الشقة دي، شايف اللي هي شباكها نازل سنة ده يعني. بس العجلة ظبطتها وركنها هنا، طبعا مقفولة والمكان أمان مفهوش أي مشاكل غير التعالب بس اللي بتخش من تحت الباب أو البوابة اللي هناك دي. طول النهار قاعد في البيت ماليش مزاج ان انا اعمل اي حاجة، قاعد احيانا بتابع الاخبار واحيانا بتابع القناة والحياة بتستمر، ما تفهمش الدنيا جرالها ايه. مزاجك احيانا بيبقى يوم رايق جدا زي اول امبارح كده، وتبص تلاقي نفسك في تاني يوم مزاجك مش مظبوط. ايه اللي مضايقك؟ ما تفهمش، تقعد تدور على السبب اللي مضايقك او الشيء اللي مضايقك، ما تلاقيش حاجة خالص، مش عارف توصل لشيء فعلا مزعلك. فلوس؟ طب الحمد لله الفلوس موجودة. صحة؟ الحمد لله على كل حال من ربنا. ستر؟ موجود الحمد لله وربنا استرها معانا. يعني هتدور تلاقي ان عندك حاجات كتيرة قوي وربنا كرمك بيها، بس مش عارف ايه السبب اللي مضايقك وتعبك ومزهقك. مرة مزاجك يبقى رايق ومرة مزاجك يبقى متعكر. يمكن المطر عشان ما خرجتش فالواحد زهقان، مش عارف، يمكن عشان الواحد ما بيتكلمش مع الناس كتير، ممكن برضو الحكايه دي تكون مزهقاه، مع ان في عرب هنا كتير وناس كويسين ومحترمين وعلى راسي من فوق وخدومين جدا، ولكن برضو انت مالكش اصحاب كتير. عارف ما بترتاحش الا في بلدك، بكلمك بجد. مصر دلوقتي بقت يعني فيها مشاكل، ربنا يعين الناس اللي موجوده داخل مصر على المشاكل اللي موجوده هناك، احنا اللي بنعمل مشاكل لنفسنا. يعني ما فكرتش ان انا ارجع مصر بصراحه، ما فكرتش خالص، لاني عندي اسبابي الخاصه اللي انا بحتفظ بيها دايما لنفسي. عارف احيانا ما بتفكرش في نفسك قد ما بتفكر في اللي حواليك. الناس مشاكلهم لما بتقعد تسمعها بتزعلك اكتر من المشاكل اللي عندك، وبتقول الحمد لله على اللي عندي، لكن اللي عند الناس صعب جدا وكتير. الناس بتشوف الناس ماشيه على رجليها وبصحتها، بس ما يعرفوش ايه اللي في داخلهم، ما يعرفوش ايه ظروفهم. فهمت؟ انفخ وانسى وارمي ورا ظهرك، الحياة هتستمر بيك او من غيرك حتى قيام الساعة. ربنا لما يأذن بقيام الساعة هيبدأ بقى الحساب ويبدأ الراحة، وربنا يجيب للناس كلها الراحة ما يجيب لهمش عذاب ولا مشاكل. ناس كتيرة فاهمة ان انا فرحان قوي ان انا جيت المانيا. المانيا بلد محترمة على عيني وعلى راسي،
بس انا ليا نظام في حياتي، نظام مختلف عن النظام هنا في المانيا. كل واحد ليه نظام في حياته وليه سيستم بيمشي نفسه بيه. كل واحد في الدنيا ليه ظروفه وليه وضعه وليه امكانياته، وربنا سبحانه وتعالى بيرزق كل بني ادم على قد قدره في الحياه. اللي بيعمل خير ربنا بيرزقه الخير، واللي بيعمل الشر ربنا دايما بيرزقه الشر. لما بفتكر رحلتي الطويله من تقريبا 3 بلاد، البلد الثالثه المانيا، بقعد اقول الحمد لله ان انا خرجت من اوكرانيا سليم. الطيارات كانت بتطير فوق البيت بتاعي، وانا كنت مصمم، معرفش ليه كنت مصمم ان انا ما اخرجش من البيت، مع ان اصحابي كتير قوي واقرب الناس ليا قالوا لي يا خالد اخرج، وما كنتش بسمع كلامهم، كنت بقول لهم لا مش هخرج، اسيب بيتي واروح فين؟ اتبهدل في بلاد الناس؟ اروح لمصير مجهول؟ ناس بتقول لي ابدا حياتك في المانيا، المانيا بلد كويسه. فعلا المانيا بلد كويسه، وعلى فكره والله مش اول زياره ليا لالمانيا. انا جيت المانيا 2009 او 2010، جيت وكنت عايش في برلين، كنت جاي زياره لاخويا. يعني المانيا مش جديده عليا، ولكن حابب بس الناس تبقى عارفه وتبقى فاهمه الدنيا. بالنسبه لنا اي بلد غير اوكرانيا ما هياش امله، لاني انا بنيت حياتي داخل اوكرانيا وعشت وسستمت نفسي وبيتي وكل حاجه في دنيتي سستمتها على اوكرانيا. وانا من طبيعتي ما بحبش الغربه، لاني اتغربت كتير وخرجت ورحت بلاد كتير، كنت بروح سياحه مش عمل. والحمد لله لما عجبتني اوكرانيا قلت هي البلد دي اللي انا استقر فيها. بلد شبه المصريين كده، شبه العرب، عندهم كل شيء بسيط وسهل، ما عندهمش كلاكيع في الروتين. لا انكر ان بعض العرب غلوا الحياه على الاوكران نفسهم، ولكن هي دي سنه الحياه. ناس بتجتهد عشان تاكل عيش، في ناس بتبقى احيانا عندها جشع في اكل العيش. الناس هنا محترمين جدا في المعامله معانا، بيحترمونا جدا. من يومين رحت عياده الاسنان، ما تتصوروش المعامله اللي انا اتعاملتها، ولا كاني امير او ملك او رئيس. ناس كانت بتحسس عليا، بتضحك في وشي ضحكه جميله قوي، يمكن انا قلت في الفيديو احتمال تشوفوه قريب. وعملت ضرسي، حشيته حشو مؤقت، بس ما همنيش موضوع علاج ضرسي قد ما همني المعامله واحترام الناس ليا، مع اني ما دفعتش فلوس، ولكن الناس عاملتني بكل ادب وكل تهذيب، وبداوا يتكلموا معايا انا ما بعرفش الماني، وبداوا يستعملوا المترجم ويفهموني كل خطوه يعملوها. ناس حبوبه جدا ومحترمه، وعمري ما دخلت بلد وزميت في اهلها ابدا ابدا، عمرها ما حصلت، ومن زمان مش من دلوقتي. دايما لما بخش بلد بحترم اهلها، بحترم الارض اللي انا ماشي عليها، بحترم نفسي في المرتبه الاولى عشان غيري يحترمني. فهمت؟ مش عاوز اطول عليكم، احيانا الواحد بيبقى زهقان، بس انتوا اخواتي، زي ما بنتحمل بعض في السراء نتحمل بعض في الضراء. الحمد لله ما طلبتش من حد مساعده، الحمد لله ربنا ما حوجني لحد، ولا ربنا هيحوجكم لحد. يعني عشان ما نطولش في هذه القصه، يعني اتمنى لكم ليله سعيده واحلام جميله، واشوفكم على خير. خلي بالكم من نفسكم يا عرب، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، ما تنسوش تهنوا بعض بالمناسبه الجميله اللي احنا بنستناها من السنه للسنه. اشوفكم على خير، السلام عليكم.